أختي المزارعة، أخي المزارع، إن استخدامك لوسائل الوقاية سواء في الحقل والمزرعة أو في السوق يحميك ويحمي الآخرين من فيروس كورونا. مع تحيات الإغاثة الزراعية، هذا الإعلان من خلال مشروع تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتكاملي كأداة للتغلب على عدم المساواة في فلسطين، الممول من حكومة نافارا من خلال مؤسسة التعاون من أجل السلام الإسبانية ACPP.